ثم العزم، والعزم عزم صادق أكيد. ومن الخطأ الذي يقع فيه الناس الذين يتوبون إلى الله تعالى من الذنوب أن يكون العزم ابتداء مهزوزا، فكيف يوفق للمتاب من كان عزمه مهتزا، أو كان عزمه تجريبيا، أو كان موقنا بأنه سوف يفشل ولن يواصل؟ كيف يمكن أن يصل إلى نتيجة؟ لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. الشخص الذي لا يكون عزمه مصمما وإرادته إرادة قوية، وهو يريد أن يصل إلى هدفه وقد اتضح الهدف أمامه ولا يحيد عنه، هذه تكون نيته وتكون عزيمته.